مرحبا. طقس خريفي متقلب ودافي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بسبب كتل هوائيه دافيه عم بتاثر على منطقتنا وارتفاع بدرجات الحراره فوق معدلاتها الموسميه ورطوبه منخفضه. البحر متوسط الموج وحراره 121. الليله رح يكون او اليوم رح يكون طقسنا دافي غائم مع حراره مرتفعه وتكون ضباب كثيف على المرتفعات مع غبار بالاجواء رح تؤدي الى سوء رؤيه. بنبقى هلا بجوله على درجات الحراره اللي رح تسجل الليله على الساحل 16 على المرتفعات، 11 بالبقع 9 والارز 4، وجوله اخرى على درجات الحراره اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانيه، 21 برحبه، أرطبة 13، فقرة 12، بعبدات 21 وبعبدة 25، علمان 23 والخيام 21. الرطوبة بتتراوح بين 40 و65%، حرارة سطح الماء 21 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، رياح عم بتكون جنوبية شرقية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ ف 16-25، نهار الأربعاء 15-24، ونهار الخميس 16-25. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. بغداد 23، عمان 21، تونس 13، الجزائر 11، روما 9، وبرلين درجتين. وهيدا كان كل شيء. باي.